السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أحييكم بحلقة جديدة من برنامجكم برنامج كلام الناس. نحن الآن نتواجد بهذا الوقت في كربلاء المقدسة، خصوصا كربلاء المقدسة بمثل هذه الأيام تستقبل الملايين من جميع العالم بذكرى استشهاد الإمام الحسين سلام الله عليه. فعلا هنا يعني نجد الكثير الكثير من الأمور أو كثير الكثير من طرق استقبال وضيافة الزوار. الإمام الحسين هو عبرة، هو مدرسة. قضية الحسين هو انتصار الحق على الباطل، فبالتالي هذه الدروس يجب أن تنفذ ويجب أن يتعلمها الجميع، خصوصا أن المتواجد الآن هو قاصد زيارة الإمام الحسين سلام الله عليه. أحاول بهذا الوقت المفتوح أن ألتقي بالكثير من زوارنا الكرام، ونسأل الله أن يحفظهم جميعا في كربلاء وفي العراق عموما، أن نستقبل أهلنا أحبتنا الكرام ونتحدث معهم بخصوص زيارة الحسين سلام الله عليه. السلام عليكم عمي. وعليكم السلام، الله يتقبل أعمالك. الله واديه منا ومنه، الله واديه. الإمام الحسين قضية ومدرسة، عبرة وعبرة، فشلون ممكن احنا نتعلم من عندها، خصوصا انت ابونا، شلون نحث شبابنا على هذا الموضوع؟ نحث الشباب على الزيارة، التعليم، يقتدي بالإمام الحسين، منهج الحسين، سيرة الحسين. الحسين يوجد عبرة وعبرة. انت برأيك احنا الآن مقتدين؟ والله نص ونص. بعد الشباب يراها التوعية شوية بعد. هواية يعني. توعية. شكرا. زيارة مقبولة، من وين حضرتك؟ الناصرة من شطرة. ما شاء الله، شلون الناصرة؟ نعم الحمد لله. نعم خير من الله. نعم الحمد لله شكرا. الله وادي. يلا ترجع سالم إن شاء الله. زيارة مقبولة عمي. قبل الله أعمالك. الله يسلمك الحمد لله. لا الحمد لله زرت. ازدحام. ازدحام الحمد لله. إن شاء الله بركات. الحمد لله. إن شاء الله ندعي بحق الأنبياء والأئمة، وإن شاء الله يحفظ بلدنا ويحفظكم، ها، وإن شاء الله نتعلم من قضية الحسين ونطبقها، مو بس نحكيها، إن شاء الله بس نجي نحكيها إن شاء الله نطبقها. المحافظة تواصل. والله خير من الله. لو مشي؟ لا مشي بسيارة. نعم. وين ماكو قطع تنزل وتمشي؟ إن شاء الله. إيه صحيح. بارك الله بيك وزيارة مقبولة. رحم الله والديك وقاتل. العمي شلونك؟ الله بيك، أهلا وسهلا. نعظم الأمة الإسلامية ومراجعنا العظام باستشهاد مولانا الإمام الحسين عليه السلام. من كربلاء. نعم، أنتم الحديث معكم مختلف تماما، لأن أهالي كربلاء أو أهالي النجف أو سامراء أو الكاظمية، لكم كل الاحترام والتقدير لأنكم تستقبلون هذه الأعداد المليونية، ها، وتدخلون في بيوتكم، لأن يعني الفنادق ما تستوعب هذه الملايين. أكيد أكيد أكيد، احنا نرحب كل الزوار، زوار أبو عبد الله الحسين، كل بيوتنا مفتوحة لهم وقلوبنا مفتوحة قبل بيوتنا لهم. كونها احنا في هذا اليوم تقريبا الأعداد كبيرة، ها، يعني الأعداد كبيرة، فلازم عليكم جهد مكثف، ها. متهيئ من ناحية ايواء الزوار واطعامهم وترحب بهم، واهلا وسهلا بهم في كربلاء المقدس. الله يعزك، الله يعزك، مشكور، وان شاء الله نتعلم من هذه القضيه، قضيه السلام. المهم العبره ناخذ من ثوره الامام الحسين، وتدرس الظروف، يعني ظروف البلد مو صحيحه، ونريد من الشباب خاصه يعني الاقتداء بثوره الامام الحسين، وتكون منار لهم وطريق للمستقبل. وكل ثورة الإمام الحسين كل مفصل بها هي عبرة لكل إنسان ولكل شاب بالعالم، مو بس بالعراق، وثورة الحسين هي ثورة لكل العالم وليس للعراق فقط. فيا ريت نستفاد ولو جزء بسيط من ثورة الإمام الحسين في حياتنا العملية الموجودة حاليا. شكرا، زيارة مقبولة. هلا عمي شلونك؟ تعال عمي تعال. شلونك عمي؟ زيارة مقبولة. قبل الله اعمالك زينه وان شاء الله. بارك الله، الله يوفقك، الله يستر من بغداد. اي يلا زياره مقبوله عمو. الله اعمالك الله يسويها، الله يخليك، مشكور. ايران ايران لبيك يا حسين. الله يسلمك.
مقبولة. شلونكم؟ رحم الله والديك، خليك الله تعيش ان شاء الله. نعم بغداد في القصة. والنعم والنعم، تشرب بيك تشرب. انا من هند. ايران زنجا. انا من هند. من الهند. من هند. من هند. شو انجليزي زين. ايران. ايران زنجا. لبيك يا حسين. حسين كشي نجات است. طبعا احنا بنشكركم كقناه شرقيه يعني بتغطيتكم هاي الاحداث وتغطيتكم ثوره الحسين اللي تعتبر ثوره اصلاحيه على الشعب والشباب العراقي ان ينتهج نهج الحسين، وخاصه احنا حاليا نعيش في ظروف صعبه، العراقي يعيش في ظروف صعبه. الحسين ثار من اجل ان يصلح امه ويخلصها من ظلم المفسدين. يا ريت احنا كشباب عراقي حسيني نمثل كل اطياف الشعب العراقي ان نقتدي بثوره الامام الحسين من خلال الاصلاحات اللي رسمها الامام الحسين ونجسدها بواقع الحال، ان نخرج على الفاسدين اللي نهبوا اموال الدوله واللي نهبوا اموال هذا الشعب المظلوم اللي محافظه يمها الزوار من جميع انواع الدول ومن كل الدول. انت هسه التقيت بشخص هندي وراء ايراني لكن محافظة متهالكة خدماتيا، متهالكة طبعا، انت تشتغل باللا ممكن، انت تشوف هسه يعني خدمات ماكو، باكر 10 محرم من 3 الى 4 ملايين شخص يركضون ركضة واحدة، لازم توفر لهم شوارع، تشيل متجاوزين، توسع شوارع، تخلق خدمات. الحسين ثار لاجل هاي الامور، ما ثار لاجل كرسي، ان يعني يتولى كرسي ويقعد على كرسي ويلبس قاط ويؤمر وينهي. الحسين ثار لأجلي ولأجلك ولأجل مستقبل أولادنا، علينا أن نقتدي بالإمام الحسين من 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 خلال هذا الشيء. أنت كقناة شرقية طبعاً نشكركم، إحنا أنا باسم أهالي كربلاء، أنا إنسان عايش بكربلاء، أشكرك أن تنقل الحقائق نخلي الناس تشوفها. هذا واجبنا، بس شكراً شكراً لأنك أنت وضحت أمر مهم جداً ألا وهو الوقوف، الوقوف مع بعض من أجل الاصطدام او الوقوف امام الباطل. استاذ علي حبيبي، المسيح مثل ما للجميع الحسين للجميع، ما عندنا تفرقه، التفرقه زرعناها احنا في سبيل نصعد بها، فاتخذنا جرح البعض حتى يستفيد الجانب الطائفي. ترى هسه راح تدخل صحن الامام الحسين راح تلقي مسيحي شايل صليب زي يزور الامام الحسين، مثل ما تلقى شيعي يصلي بابو حنيفه. الطائفيه زرعتها ناس تريد تصعد على اكثر. فاجئتني، معقوله هذه كربلاء وضع الخدمات بهذا الشكل؟ هذه المدينه اللي تستقبل وتستوعب من كل انحاء العالم، كل العالم يجي بهذا المكان يكون خدماته بشكل متواضع. يعني الخدمات استاذ علي حبيبي، الخدمات اهالي، مو خدمات حكومه محليه وحكومه مركزيه. الحكومه المركزيه تخصص اموال للحكومه المحليه، تقول لها وفري خدمات. الحكومة المحلية تصرفها على شغلات اطعام او توفير عفوا ماكل، هاي مو خدمات. الخدمات من تجيني مرافق صحية، من اشوف الزاير يطب للمرافق الصحية بدون ما يلزم سرة، ما يلزم سرة على مرافق صحية او يلزم سرة على حمام، هاي اعتبرها الخدمات. وهاي هاي خدمة الامام الحسين. خدمة الامام الحسين مو اوزع شاي بالشارع او اطبخ تمن وقيمه، هذا الحسين اللي تجي 50 مليون زائر، خمسه هسه تواقف وطقت محوله كهرباء. سمعتها. اذا اكو ضغط على يوميا، مو بس اليوم اكو ضغط على الطاقه الكهربائيه. هسه احنا ما نحكي بمشكله عامه، على مشكله بلد، مشكله محافظه. لا لا، هذه المدينه لا فعلا احنا ما نعم نتحدث بشكل عام عن البلد، ولكن هذه المدينه لها خصوصيه مختلفه. هذا مكان يعني له خصوصيه، يجب ان يكون اهتمام مكثف، بل مكثف جدا، مو صحيح؟ من حيث الخدمات، الشوارع، السكن، شلون ممكن الاشارات المروريه، الجسور، طرق النقل لازم احنا يعني هذه. استاذ علي حبيبي، احنا عندنا تداخل بالصلاحيات داخل المحافظه، احنا بداخل محافظه كربلاء مع احتراماتي تمثلنا اكثر من جهه، ما تمثلنا حكومه واحده. احنا حاليا عندنا العتبات المقدسه هي جهه مستقله بحد ذاتها، والحكومه المحليه متمثله بالمجلس المحافظه حكومه، والمحافظ حكومه. ترى انت بالسنين السابقه اللي يجوز ما زرت كربلاء كان اكو تعارض بين المجلس والمحافظ من خلال ياهل يفرض صلاحياته اكثر.
هسه حاليا يعني حتى المحافظ لو يستغل هاي مبدا التنفيذ المباشر اللي عنده والمليارات هاي اللي دا يقبضها ويوفر خدمات للناس، لا يستغل الامور يروح يبلط لشارع يبعد عن الامام مثلا فد 20 كيلو متر. هذا القصد، وين 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 الفكره؟ الفكره بان اوفر خدمات. العموم الحكي هوايه، العراق مذبوح مو مجروح على مود نسولف، الجرح واحد والذبح واحد، العراق مذبوح مثل الحسين يعني. فالحكي نحتاج ثوره مثل ثوره الامام الحسين. بعد شويه يطلع عزة العباسيه، عزة هذا يمثله يعني اكثر اطياف الشعب العراقي تيجي تطلع بهذا العزة، لان رداته سياسيه، الدين السياسيين والدين فسادهم. اتمنى ان تواكب الموكب وتقرا رداته. شنو مشكلته؟ فتحه بجمجمعتها. قالوا ناجحه العمليه، بس انا حالتي الماديه تعبانه، يعني حتى هذا جيراننا وهم يذوبيه وابوها بيصرح مريض. الرقم ما واصلني، يعني امنا هاي مره ثانيه نلتقي بيها، نريد الرقم اليوم. الله يعزك ماما، الله يخليك. نعم ها حبيبي، ممكن وين اخونا؟ شلونك حبيبي؟ اسمعك تقول ماكو شوارع هنا. ما عندنا شوارع احنا. انت من كربلاء؟ من كربلاء. عجب. اطلعوا وشوفوا الشوارع. اطلعوا المطار مالتنا لحد الان عايفينه، الحكومه بيناتهم تتعارك على مود المطار. انت ليش شوف هاي المواكب كلها قاعد تطبخ؟ هاي كل سنه هم يعني من جيبهم الخاص المواكب؟ لو بيد الحكومه ما ظل موكب بهيجي. الله شاهد. لا بس شنو الشوارع؟ هسه احنا على قولتك طبعا، انا طبعا هذه دعوه لكل الاخوان والزملاء بمؤسسات الاعلاميه، وان شاء الله اوعدكم كلام الناس بحلقه استقصائيه. يعني فعلا اللي يزور اي كاميرا اعلاميه يزور كربلاء، نعم نتبارك ونجي ونرصد هذه الحركه المليونيه في هذا المكان، ولكن واجب علينا المهني ان احنا فعلا نروح لداخل الشوارع. لازم طريق النجف، طريق بغداد، طريق الحله، شوف الشوارع. ويوم العاشر العالم ترجع مشي لاهلها، ماكو سيارات. هم قاعدين هسه هنا على الكراسي يتعاركون بيناتهم، بس من يصير الركضه ورا الركضه شوف المعاناه مال العالم كلها اللي يرجع لاهله. للحله. يوصل للحله ويوصل للحيدريه، والله شنو قطع؟ ما عنده غير حل، بس يقطع الشارع. بس مجرد يقطع، ومن يخلص القطع ماكو بالليل هم يجون التصوير مال الاعلام وهاي مال المحافظه يقول نجحت الخطه الامنيه، ما عندنا بس هاي، كل اربعينيه هيك. احنا هسه هاي الولايه مسدوده، شو نسوي لهم؟ قطع، يقول لك قطع تام، على شنو قطع تام؟ وين الزوار؟ هو يعني شيء قليل زوار، بعدهم زوار ما جاي. لا شوف اقول لك، لا اعداد كلش كبيره، بس اكو لا انت قصدك للاربعينيه فعلا تكون الاعداد اكبر، ولكن خلنا خدمك. ابو منو؟ ابو ايوب. انت على قولتك حكيت على شيء مهم، احنا اصبحنا عندنا خبره من سنوات طويله ان في كل يوم مثل هذا اليوم تجينا اعداد مليونيه. شنو اللي قدمت الحكومه؟ سوت طرق جديده، سوت جسور، سوت مثلا. هلا اريد اناره، اريد كهرباء، تعشب الجهال دولبت، والله دولبت. يعني انا المفروض الانفاق تجي منا ها؟ والله شايف الضيمه من الكهرباء. زين لا ابو المولد يطيك ولا كهرباء وطني اكو، هاي كربلاء كلها ترى، بس الولايه بيها. ابتر وشوف، ابتر وشوف، انت عندك اذاعه وابتر وشوف، وشوف الضيم مال الاحياء، شوف هاي كربلاء، هاي لا مجاري لا. يعني هذا انا اقاطع الاخوه، المطار عندك هذا البزل مال الشاير يبعد هذا 500 متر عن الامام الحسين، يم دائره الماي رحم الله والديك. يعني هذا لو تروح وتسوى عليه تقرير بنص الولايه بنص الحسين، يعني وين يغلفون بي؟ اقول له وين يغلفون بي؟ وين اللي يغلفون بي؟ وين هاي صار صار انه جو اعلاميين وجو اشكال والوان، يا بغلفوا غلفوا ماكو، وذاك روح اطلع عليه تقرير ساعه يقولون المقاول معاناته، يا سولف معانات غير هذا بنص الامام، يعني قريب على الامام هذا قريب. عندكم السبلت عندكم مو كل سنه يصير بيليك من ورا البزيل؟ لعد ليش متحاصر؟ شنو لعد المعاناة؟ الله يعينكم الله يعينكم. زين هذا اقباحي العباس، هذا على شارع بغداد يسموه بزل الخايس مال يوديك على حي العباس، روح شوفه اخذ كاميرتك وروح شوفه، يعني اقبال امام الحسين بزل ما يتغلف. هاي كربلاء ام النهضه الحسينيه، كربلاء ام ام الزوار قاعد تحضن، يعني السعوديه تحضن مليون، يعني احنا قاعد نحضن، احنا الكربلاء قاعد نحضن 30 مليون وفوق 30، والحمد لله والشكر.
ونطي احنا من جيوبنا ومن المواكب، والله يحفظ هاي المواكب مالتنا، والحمد لله والشكر انها هاي. بس احنا نقول الله الله بالشعب، الشعب لا شغل لا عمل لا ها يعني ماكو خدمات ماكو. هسه هسه انت واقف هسه طقت هاي المحاوله ضغط كهرباء ضغط ضغط يعني. طيب انت هسه بالولايه اكو اناره، روح افتر للاحياء ما تلقى ماكو العالم حتى ما عاد تشتري هاي مال شحن علالات عايشه. اذا تريد معاني الشارع غير هاي معاني الشارع الحق. هذا المكان المفروض اهاليه يتمتعون بفلوس. ليش؟ لان كثير من الامور الاقتصاديه اللي تفسح المجال للاهالي. شاهد هاي من جيب الخاص، انا رايح اروح هناك اوزع، هم يوزعون؟ لا والله ما يوزعون. انا ما نحكي على يعني نحكي على الخدمات، احنا نحكي عن معاناه. شنو نقصد؟ نقصد الموضوع خدماته، موضوع الاقتصادي يعني مثلا اهالينا وشبابنا هنا انا متاكد اغلبهم قاعدين، مو صحيح؟ ايه كلها قاعده الشباب، الله شاهد كلها قاعده شباب. هذا المطار استاذ علي المطار، هذا المطار مال كربله، شوف ايش قصار لهم يشتغلون به لحد الان ما كامل. هو شنو هو المطار؟ هاي السنه الثالثه. شكرا شكرا لك ابو حسين، شكرا لك. بالعكس نتشرف، انت الشرف يا طيب. هلا عمي ابو حسين، عظم الله اجورنا واجوركم بالسيد ابو الاحرار ابو عبد الله الحسين عليه السلام، كربلاء المقدسه الاولى العتبه الحسينيه والعباسيه. كربلاء المقدسه الاولى العتبه الحسينيه والعباسيه اللي انهارت من زمان. عندك هذا شارع الجمهوريه وباب طويريج، لاحظ شوف الاناره مالته صفر، اناره على طوله ماكو اناره. يعني الحضرة بين الحرمين لولا العتبة الحسينية والعباسية لكان العمل بها صفر. التبليط الخدمات البلدية صفر، ماكو المطبات، شارع الرئيسي كله مطبات زين، خدمات ماكو صفر. الشباب قاعدة عطالة، الناس تدمرت زين. من كربلاء من الحر زين. شلون هناك منطقة الحر عندكم؟ منطقة الحر زين، لا بس فيها الحمد لله خدمات يعني 50% أبو حسين زين. بس هذا مركز المدينة الولاية، المفروض من المفترض من الحكومة المركزية. العتبة إلى متى؟ شو تصير العتبة؟ شو تصير؟ يجيها الزائر وفوت تجيها أجنبية عربية عراقيين غير عراقيين زين؟ إلى متى تحتضن العتبة العتبات؟ إلى متى تحتضن هذه أمور؟ زين ناشد الحكومة المركزية بكربلة المحافظ عقيل الخزعلي ذب استقالة وطفر بغير دولة زين؟ هسه جانا غير محافظ بشهر 12 بهاي السنة تجينا انتخابات جديدة وهم تجينا وجوه غير وجوه زين؟ ونفس الكرة راح نعيدها احنا والشعب يدفع الثمن. هذا شارع الجمهوريه اذا تلاحظون انارته صفر، وهسه دنيا الليل زين اناره ماكو. مو عيب قدام الدول ما تستحون؟ الى متى الشعب العراقي يدفع الثمن زين؟ ورحم الله ودك اشكركم ابو حياك الله. هلا عمي شلونك؟ الله يخليك تك العافيه. عظم الله لكم الاجر بمصاب الامام الحسين عليه السلام والذريه الصالحه. انا من بغداد جيت اللي جاي وسكنت هنا، فلقيت معاناه طويلة عريضة من قبل الدوائر الدولة، خاصة بنقل الأطفال مال المدارس. عندنا هنا أني يسموه حي الشرطة قرب شارع أبو طالب، كل صف من الطلاب 70 إلى 80 طالب محشوقين. إضافة البزل هذا الخاي صار له سنين، حتى أني قبل حوالي 5 سنين جت قناة المستقلة وحكيت وياهم. فإحنا العالم وصلت للمريخ. يعني قبل 5 سنين سويت لقاء بإحدى القنوات وهسه هم نفس الشيء؟ والله العزيز هسه عود قاموا دا يشتغلون بي. يعني أكو شركات، يعني شركات عمارة 13 يوم يبنوها بالصين. احنا شبينا هاي العقول العراقيه؟ عجب بايران مو شوف اكو تطور، هم اغلبهم يرحون ويزورون. يعني انت شفت هناك الاسواق التجاريه، المباني المتطوره، الهندسه العمرانيه، شلون يعني طرق الجسور اللي عندهم، شلون مهيئه ان هي تقلل من الزخم حتى تقدر انها تستقبل. بالفعل يعني هذا هسه انت ليش تروح للصين بعيده؟ هاي بلدان القريبه من عندنا، هذه تركيا. اسمح لي مرخصتك عيني. بالنسبه بالعراق اللي يجي انا احكيها بكل امانه وبكل صلافه. لا محشوم اكو فرق. اسمح لي، كل واحد ينزل منصب من اصغر واحد حرامي وساقط وهتلي. لا 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 عمي لا اوش العراق بلدنا والله العظيم. لا ما عليه اعز مروح العراق يعني بهاي الابطال
العباس والحسين ضاعوا من اجله، وذول الاذال يجون يدوسون على رؤوسنا، احنا صعدناهم انتخبناهم وصلناهم، هسه كل روح افتر على الشعب العراقي. تجي لك واحد عنده 100 متر عم يعطوهم 100 متر، خلي الانسان العراقي يبني بكرامه، يعطوه 100، اعطي 400 لفلان وفلان والف فلان وفلان، زين. وهاي المساكين هذا اللي يجي من المحافظات من الناصريه من السماوه غير منظمه يجي يدفع عربانه، والله انا ابكي عليهم بالكعبه، رجال رجاجين كبار 60 70 سنه يدفع عربانه والله. الله يعينك يا عمي، دموعك غالي علينا يا عمي، الله يعينك والله يخليك. والله المفروض انا هسه اخواني ذولا كلهم يسمعوني زين، هذا الحسين نخدمه احنا لازم بعيوننا احنا، يعني بصراحه نتعلم من قضيه زين. الامام الحسين مو بس تم نقيمه واجى على القاص وعلى هذه الشغلات، من اكل زاد الحسين المقدس، مو اجي اكل والله ما عجبني الاكل اشمره بالقاع، اشيله اخواني اشيله ذبه بالحاويه، ما عجبني الاكل ما اكل، بطني مو تصير امراض بيها يا اخوان. يعني هذا صوت ان شاء الله يوصل جماعه المنابر، اكو بيهم يوصلون اكو بيهم ما يوصلون. زاد الحسين مقدس، هذا زاد الله سبحانه وتعالى نعمة الله يا عمي، واحنا دفرنا النعمة برجلينا، احنا دفرنا النعمة برجلينا، وندعي من الله سبحانه وتعالى يحفظ زوار الحسين فردا فردا ويسمعون هذا الكلام. معك غالي علينا، اذا كان انا طلعت كلمة مو زينة من عندي فاعذرونا. لا 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 شوف عمي، هو ليش انا اللي اريد اقوله، احنا اول شيء في بلد ديمقراطي، ولكن هذا لا يتيح الفرصة ان احنا نتجاوز وان نشتم بهذا. انت ابو 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 حرقه قلبك محروق ها، لما تشوف ان احنا عندنا هنا الامام بهذا اليوم قضيه الامام الحسين، شلون ممكن نستثمرها؟ شلون انتصر الحق على الباطل؟ مو صحيح؟ لازم شبابنا بالفعل يتعلم من هاي القضيه، مو بس نمشي ونلطم، لا لازم قضيه الحسين تطبق وتنفذ. تصور الشركات الصينيه، انا سكنت يمكن رحت 10 ايام اصدقاء من العماره يقولوا عمي تعال باوع 3000 عامل وانا شفتهم بعيني. فديوم طلعنا برا على بوزرقان لقينا صينيين ينظفون زباله بالصحراء بالصحراء، وذولا يعطوهم ذيش المبالغ الهائله، ليش مو هاي العراقيين اشغلهم؟ ايش بيهم العراقيين؟ والله عندنا عقول جباره بالكعبه بالقران الشريف. ذاك اليوم واحد طلع خبير ما يريدوا، يقول انا هذا الغاز النفط ليش يروح للخارج؟ انا اسوي لكم مصانع وكذا. بس اللي يريد يشتغل للوطن مع الاسف ما يريدون. شكرا عمي، زياره مقبوله، شكرا لك، الله يبارك فيك، اشكرك اشكرك اشكرك. بس حبيبي بعد اذنك ويا ابونا وارجع لك. هلا استاذ، شلون استاذ؟ شلونك اخبارك؟ خليك يا طيب. ابو منو؟ محمد فاضل، جريده الزمان الدوليه. اهلا اهلا وسهلا بك، شرفتنا. شرفتنا واهلا وسهلا بك. سعيدين بك. انت طالع ترصد ها؟ نعم استاذ. والله يعني الحركة جيدة جدا، يعني مواكب خدمية تقدم خدماتها للزوار الزائرين. اللي عاب عليه هي موضوع النقل، النقل ده يعاني من عنده زار، ارتفاع أجر النقل في داخل كربلاء، هذه المفروض العملية تابعها مديرة النقل بذات، وهذه حالة تتكرر بشكل يوم. أيضا الزوار لحد الآن مو بذاك الدرجة العالية من الزوار، يعني بأعداد هائلة، اعتقد يوم غد راح يعني خصوصا الراجعين ولا هذا راح تكون اكثر الحركه. عدد الزوار لحد الان قطوعات ما موجوده، اكون سيابي بالحركه، الخطه مرنه وسهله وبامكان المواطن يتنقل من مكان لاخر. تجتهد من بعد يوم غد بعد يعني الاستعداد على 40 يصير اعداد اكثر اكثر. نعم يوم 9 على 10 وتنتهي بعد الظهر، وبعد يوم 3 راح يكون اعلان الخطه الأمنية، نجاح الخطة الأمنية الخدمية بدأ كربلاء. فعلا فعلا يوم غد الله 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 يعين الجميع، وإن شاء الله زيارة مقبولة، وشكرا لك. شكرا شكرا شكرا. أنت جاي تصور عن الظلم وتتحدث عن الظلم، أكيد جاي تصور تسمع معاناة الناس مو لو لا أكيد هذا جاي زين. أنا متابع اللقاءات كلها مالتك بغداد وهذا البسطيات وغير البسطيات. أنا أتحدث عن الظلم، أنا خريج إدارة واقتصاد ومحاضر مجاني، لكن هذه القضية متعرضين لها أكثر من مرة زين، وعندي طفل ومتزوج وقاعد بالإيجار زين، أشتغل ببسطية ما شربت بالشارع بسطية، تجي البلدية يومية أشيل التجاوزات على عيني على راسي، أنا ضد المظاهر التخلف والتجاوز زين. هذا من تقومه من أنا أو البسطية تشيلها
زين اكو بديل لهذا الشيء؟ ماكو بديل. محاضر مجاني وبكل الدوائر، بكل الدوائر وكل التعيينات اللي يطلقونها، كل التعيينات اللي يطلقونها انا طالع اسمي، يطلع اسمي، لكن ما بعد الاسم من يطلع بالمقابله تدفع شده حتى تتعين، عندك فلوس تتعين، عندك واسطه والواسطه البرلمانيه طبعا. زين اي اكيد زين، والوزراء، فانت لازم ابن فلان ابن فلان يلا تتعين. انت ايش تتوقع بخريج بكالوريوس اداره واقتصاد يقدم على عامل خدمه نظافه بلديه هنا تطلقها؟ انا واحد من الناس مقدم عليه وما ظاهر اسمي، رغم هذا ما ظاهر اسمي اللي هي 300,000. خريج بكالوريوس مقدم على عامل خدمه؟ اي انت مو تريد هذا الظلم؟ هذا الظلم. الله يعينك يا حبيبي. هذا الظلم. خريج بكالوريوس مقدم على وظيفه عامل خدمه وما طلعت له. ما طلعت لي. وبالتربية همين عامل خدمة يسوون قرعة، هو القرعة ظاهرة الأسماء هي طالعة لقدام عشوفونه. أي وهسه والله إلك مجاني. إلك الله يا عراق. محاضر مجاني ندرس الطلاب زين وكله بلاش في سبيل الله، يعني الحكومة عايزة مثلا أو العتبات عايزة. إحنا كربلاء المفروض هاي الذهب، هاي الرصيف والشارع ذهب، المفروض هيجي الإمام الحسين ما محتاج هذا الذهب كله، والقرآن لو يظهر هسه الإمام المهدي كل هذا ما يريده. لأن نعم. يقول لك أنت تجوع الفقير وتخليه يبوق وتخليه يفجر وهذا في سبيل يعيش. عم العالم قامت تبيع شرفها في سبيل 5,000 10,000 شرفها والله. زين هذا الظلم احنا عايشين به. زين الإمام الحسين يريد أذن التمن وقيمه لهذا، المفروض احنا نتعاون. الظالم موجود، مستشفياتنا بلا علاج، وتريليونات همين أهاليتنا ينامون بالتمر الصحي. الناس عايشة، الناس عايشة بالتمر الصحي. وصل بينا الحال. أنا أعرف ناس يأكلون الزبالة وأنت شايفها، وعندك لقاءات من الزبالة تأكل العالم، يطلعون من الصبح زين وعوائل همين تطلع من الصبح حتى في سبيل تجمع عربانة وقواطي وأكل. شكرا حبيبي. شكرا. عايشة هنا هسه بالأربعينية وهاي عاشور قاعد تأكل من زادي الحسين، بس مو هاي إحنا هيهات من الذلة، إحنا عايشين بنص الذلة وبنص المعاناة. لا تقول لي اصبر، وليش وقت اصبر وليش وقت؟ 30 سنه يصير عمرك او 35 سنه وما متعين انت، بعدها يقول لك عمرك كبير، يطلبون عمر مثلا بالداخليه او الدفاع، طلب عمر محدد 25 سنه، اقل من 25 سنه، انت 30 سنه 35 40 ما متعين، لا عندك واسطه ولا عندك دفاتر تدفع، لو عندك دفتر سوي لك مشروع حتى تعيش منه، مو لا لا. مشكور حبوبي، مشكور مشكور مشكور. الزياره مقبوله يا حبيبي. السلام عليكم. السلام عليكم. أنا من أرض بابل الفيحاء. إيه. هذا أنت لابسهن لو تبيع بيهن؟ أنا على بابل والله كاشف أشتغل. تبيع بذن؟ أي والله. تبيع بهاي المحابس؟ أي والله. شنو ذنّي؟ ذنّي والله أنا فضة وحديد وسائل كويسة. على بابل. الله يرزقك. إيه. والله أنا تقريباً مثل ما يقولون دائماً أجي مشي إن شاء الله وأشوف يعني معاناة هواي يعني الناس. يعني مثل ما يقولون. لقيت واحد ذابي يعني خطيه رجال شايب انا وين ذابي بالزباله يعني هاي وضعيه هاي يعني اسلام وين الاسلام احنا؟ قالوا واحد ابن يباوع وين بيا منطقه؟ بيا محافظه؟ كربلاء. ايه وشفت هاي الحاله قدامك؟ ايه قدامي. الى متى؟ وشغل ماكو هاي المصدر انه بطلع عماله شغل ماكو يعني يجيبون مهجرين يشتغلون ايرانيين سعوديين يجيبوهم على مود فلوس. السعوديين يشتغلون؟ اي يعني بحر. لا لا عمي السعوديين ما يشتغلون هنا. الايرانيين مثل هذول بنجلاديش الحمرادي يجيبون عافيه. يجي الغير يشتغل هنا واهل كربلاء قاعدين. اكثر شيء يشتغلون بكربلاء ايرانيين. قبل كانوا يجيبون المصريين اكثر شيء يشتغلون بكربلاء ايرانيين. ايرانيين يشتغلون؟ انا اعطيك اعداد ايرانيه جاي تطب الكربلاء على شغل. يعني يشتغلون هنا؟ العتبه كلها كادر ايراني. عراقي ماكو. كوادر ايرانيه كلها يعني العتبتين كوادر ايرانيه. عندك مدينه الزائرين ايرانيين، هاي كلها كوادر ايرانيه. انت العراقي يجي يابانا بدها تعين، طول تعين من كربلاء يقول لك لا ماكو. زين شنو يقول لي حتى المصدر بايرانيه؟ هو حتى المصادر روح هسه مصادر مصادر عراقيه يعني عامل عراق ما يطلع والمشكله طلع الايراني. ليش؟ الايراني يشتغل ساعات اضافيه ونفس السعر 10,000 دينار. اي مو هناك تفيده الفرق العمري. اي من الصبح لليل يشتغل ب 10,000 دينار الاجانب العامل يعني هذا مجاز لو هيك يعني يطلع انجاز.
لا مجاز عنده اجازه لو هيك جاي مسافر جاي على اساس زياره مو جاي مسافر زياره بيشتغل هنا يشتغل اشتغل اشتغل بالعراقي قاعد غريبه والله لا اشكال تدرين هسه اطلع وياك على كوادر ايرانيه هسه هذول قال عتبتين كلها كوادر ايرانيه يا بطلع انا عامل عراقي طلع انا اشتغل مع الاسف يعني المحافظات في غير دول تشتغل هنا بنغلاديش مع الاسف يعني المفروض احنا اهلنا العراقيين نشتغل يعني ليش قاعدين يعني يعني تقريبا نص الشباب العراقي هسه قاعد مثل ما قال اخوي بكالوريوس قبل شوي اشتغل عامل خدمه بربك انت ترضاها يعني تعب كل هالسنين اشتغل عامل خدمه زين انت تجي للعامل البسيط لا ايش اشتغل بس طيه هنا فتح لك كل ساعه جو ابو البلديه قم وشيلها يعني وين تروح الشباب هذا وين تروح مشكور يا عمي مشكور ابو حسين احنا بالنسبه لنا عندنا التقاعد صار معضله التقاعد يعني انا هسه اخذ 400 الف دينار وين اخليهن للاجار الما نخليهن للطلاب للمدارس الاهليه يعني هسه البرلمان هذا صار له القرار هذا وجيه عباس الرجال يركض بيه وما ملحق يعني ما ينطوك النتيجه منو وجيه عباس العفو نائب اي نائب وجيه عباس اسمه ايش بي يعني هو دايم دا يسعينا بالهذا بس ما حد لا احنا 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 هذا الموضوع شغالين به من زمان احنا كقنوات والتقيت انا شخصيا مع رئيس هيئه التقاعد واكو مساع برلمانيه ولكن على قولتك شو بطيء جدا وما ما ما تفعل حتى هذه اللحظه احنا نريد شخص ينجز حتى نذكره ونمدحه الشخص اللي ينجز يذكر ويمدح وان شاء الله نلقى هذول الناس امثال اللي ذكرتهم وغيرهم ان شاء الله يا رب ان شاء الله مشكور عمي مشكور سالفك على والدتي ارمله وابوي دائما تروح ثلاث رواتب عدا ما سلمت ثلاث رواتب نروح ثلاث اشهر؟ ثلاث اشهر ما مسلمه لان كل شهرين راتب يعني مال ثلاث رواتب ما مسلمه نروح المرأة واداره المرأة حاكيهم يقولوا روح سلموا نروح يضحكون علي نروح لهم ما يسلموا يرجعوننا يقول بحث ما طلع لكم بيا دائره؟ دائره كربلاء بكربلاء كربلاء ثلاث رواتب ما طلع خطيه مريضه دائما نوديها المريض يقول روح سويناه روح لا احنا نساعدك رعايه معاملته هنا وننتظر اتصال من وزاره العمل والشؤون الاجتماعيه هنا ثلاث رواتب ما منطيها بالرعايه وتروح يقولها ماكو كل ما تروح يقولها ماكو روحي المكتب السلمي روح المكتب ماكو رفض كله رفض هي مستلمه قبل مو قبل مستلمه بس هاي ثلاث رواتب ما سلمت ابد تفضل هنا حتى نتصل بالوزاره العمل نشوف شنو الموضوع مرحبا سلام هلا ابو حسين شلون صحتك الله زياره مقبوله منا ومنكم طبعا عظم الله اجوركم بيك وكربله واهلا وسهلا بيك وطبعا نشكر قناه الشرقيه وكادرها وطبعا اليوم نعزي العالم الاسلامي والمراجع العظام اجمع والشعب العراقي وجميع المسلمين في كل انحاء العالم اليوم بس رساله بدي اوصلها للشباب بما انا ناشط مدني اليوم ترى الحسين ما يحب دق ولطم وقيمة وموكب ولابس أسود لا اليوم الحسين ثورة اتعلم من عنده خلي لك اسم انت أول وتالي ميت لا محال 50 سنة 60 سنة الحمد لله شكر بالعراق هاي أذا صاحي 60 سنة تودع هاي أذا مو مفخخة أذا مو مرض أذا ما أدري شنو بجاه حكومتنا الشريفة تودع انت خلي لك تاريخ خلي لك اسم انت الشاب العراقي خلي لك اسم ترى تروح مزبلة التاريخ تموت حالك ما حال اللي راحوا وما تنذكر على الأقل باكر عقبة من الثور كثورة الإمام الحسين ابنك بنتك من يجون يخطبوها والله بنت فلان لك صيت لك فخر أما أنت ظال بس تريد تدق وتلطم ولابس أسود هاي تقنع بها نفسك شنو ممكن نستفاد من قضية الإمام الحسين كشباب كآباء كأمهات شلون نستفاد منها بالضبط أنا هذه الرسالة اللي أريد أوصلها اليوم العاطلين عن العمل ما يقارب 40% وذا العفو وإذا تسأل هسه هذول الشباب اللي كلهم يشوفون ماكوين كلها عاطلين عن العمل بس قل له قل له قل له قل له قطع العمل هم عدى عشر عمل قل له تعال اطلع مظاهرة لا 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 لا, لا. ما يطلع مظاهرة زين انت ليش تدق على الحسين وتلطم شنو تعرفون من الإمام الحسين اليوم ادعو الشباب وبالذات مو بس ثاني المرجعية دعت شيخ عبد المهدي الكربلائي بصلاة الجمعة قال لا بد من ثورة ضد الفساد ايش منتظرين الشعب العراقي ايش منتظر يعني يجي يوم والله وحق هاي محرم وهذا الامام الحسين يا هاي الحكومه العراقيه ويا هاي السياسيين هذا هو الله يبيعوه لك بفلوس ماي بفلوس كهرباء بفلوس
تعليم بفلوس، شنو تريده بعد؟ اكثر من هاي هيهات من الذله، انت عايش مو بالذله لا، اتعس من الذله، شنو هيهات من الذله؟ فعلى الشباب العراقي انصحهم ثور بوجه هاي الفاسدين وطالبوا بحقك، والله العظيم اذا ما طالبوا بحقك لا تعيين ولا سكن ولا تعليم ولا زراعه، اذا مو لك لابنك لاحفادك. والسلام عليكم ورحمه الله. حياك الله. مرحبا، السلام عليكم. حياكم الله. عفوا. طبعا اولا انا احييك على برنامجك هذا اللي هو يوصل صوت المواطن اكيد بكل العراق، ونتمنى لكم اكيد التوفيق والاستمراريه وتوصلون الاماكن اللي ما وصلها الاعلام الحقيقي، يعني هاي الرساله الحقيقيه انه الاعلام يتواجد بالشارع ويتواجد بالاماكن اللي يحتاجها المواطن. عندي رسالتين للحكومه، اولا مداخل المدن، استاذ علي مداخل المدن مشوهه، ماكو من تدخل المدينه فد معلم، يعني كل مداخل المدن ماكو فد شيء، تلقي دائما التجاوز او الشغلات اللي موجوده، يعني هذا مثلا مدينه كربلاء لازم فد شيء تاريخي، اجيب الفنانين، اجيب الناس اللي لهم شأن بهذا الجانب، اجيب الناس المهندسين المختصين، خلي مداخل المدن تكون، يعني عندنا زائرين من بقيه الدول قاعد يحضرون للعراق، هذا جانب. الجانب الثاني بالنسبه للاماكن السياحيه، الاماكن السياحيه بالعراق مهمله تماما، يعني يا ريت من خلال برنامج قاعد نروح نسلط الضوء على نروح نشوف الاماكن السياحيه والاماكن الاثريه تحولت الى مكب للنفايات. يا احسنت، يا ريت الحكومه تهتم، يعني احنا عندنا زوار يجوز يتوافدون الى كربلاء بزياره اربعينيه، زوار من كل انحاء العالم، خلينا نستغل هذا الامر ماديا، يعني العراق يقول انا اعاني من الامور الماديه، يعني عندنا بالديوانيه مثلا بين الديوانيه والكوت اكو هور الدلمج يجوز واصله، والكل الناس يجوز ما يعرفون شنو هور الدلمج، مكان سياحي يكون يا ريت يعني هم يكون تشغيلي للشباب. نعم، شكرا جزيلا، شكرا، زياره مقبوله. هلا عمي. بعد عمري، بعد قلبي، شلون هم وضيم وغم. انا منطقة الشبانات، الله وكيلك والعباس كفيلك، اشتري ماي مشترى. والله وحق هذا الحسين والعباس مشترى تنكر ب 10,000 دينار، منطقة الشبانات الشكر. الشبانات وين صايرة؟ الشكر غاب من دار الايتام. يعني بكربلة. بكربلة. اشتري الماي. احنا نشتري ماي، الله ولا احد، وين الدولة؟ وين الحكومة؟ وين شلون بالله اشرح لي شلون تشتري الماي بكربلة؟ انا اشتريت بالحي العام اللي شليت، رحت لمنطقة الشكر. اشتريت نزدونه وقاعد وبنيت بلوكات والله سهلها واشتريت ماي مشتري. الله شلون تشتري الماي؟ الماي شلون تشتري؟ هاي مقطوره مثل هاي تشتري، الله وكيلك والعباس كفيل. وين احنا؟ بيا بدوله بيا عالم، العراق هذا خيرات الله كلها، ونشتري ماي مشتري؟ الله لا حق، والله وبالله مشتري، يشهد الله شهاده والعباس كفيل مشتري، نشتري ماي من منطقه الشكر الشبانات. شنو هاي معقوله يعني؟ مع الدوله والمحافظه والكل تسمع. وين احنا؟ ما تقول لي وين؟ والعراق خيرات الله كلها بيه. منطقه الحسين انت حجي، الحسين مات على مود الحسين، والحسين بعد عين الحسين. ما صاير. الحسين مات من اجل المي، سلام الله عليه. واحنا بداخل كربلاء نشتري مي. زين ثاني وبعد. ابو حسين احنا محافظه كربلاء. يعني وقت المناسبات الزياره تشتغل المحافظه؟ وقت العشرة اشتغلوا وخربوا الشارع، وقت الأربعين اشتغلوا، ليش هاي 4 سنوات أو سنتين وين؟ السنة من البداية للنهاية، وقت المناسبة يشتغلوا. ليش؟ شكرا عمي. يا حبيبي. أنت أنا شغلتين. والله أنا شغلتين هسه متفاجئ. من شخص ابن كربلة خريج إدارة واقتصاد يروح يقدم على عامل تنظيف، ومن شخص أبونا يشتري ماي من ارض الحسين. والله والحسين هذا اللي ما يعقل العقل. والحسين اشتري مشترى منطقة الشكر بالشبانات غاد من دار الايتام، نشتري مقطورة ب 10,000 دينار. خل تسمع العالم كلها. مشكور يا عمي، مشكور. ابو حسين الله يساعدك. احنا بكربلاء يعني ابسط 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 الخدمات ما عندنا. ابسط الخدمات ما عندنا بكربلاء. يعني العالم كله يدري كربلاء تتوافدها يعني ملايين الزائرين. خوش يعني ابسط الخدمات ما عندنا، الخدمات داخل يعني بس داخل الحرمين، يعني هاي الناس الخارج الولايه شنو ذنبها؟ لا شوارع، لا تبليط، لا مي، لا مجاري، لا خدمات، كل شيء ما عندنا، مدارس نخلي يعني نخلي ولدنا وجهاننا مدارس بفلوس، ليش يعني الدوله ما عندها يعني مدارس؟ ما عندها مستشفيات، يعني مستشفى هاي كربلاء كلها على مستشفى وحده، مستشفيات اثنين فتحوا بمنطقة اسمها حي العسكري، العتبات ما يقبلون يفتحوها على حساب مستشفيات اخرى، يعني وهاي العالم ما عنده، يعني هسه انا ما عنده اروح المستشفى الكفيل، اذا ما عندي فلوس اموت، الكفيل زين العابدين اي مستشفى، اذا ما عندي فلوس اموت، خوش؟ اروح لهاي المستشفى، مستشفى يقول لك انا موظف حكومي، اشتغلها شلون ما كان واطلع،
يعني لا مستشفيات لا خدمات، يعني احنا الى متى؟ يعني هسه اليوم انا شاب اريد اوعى الدنيا، يعني غير القى خدمات، القى مثلا وظيفه لي، القى يعني هسه انا خريج ثالث متوسط، يعني عفت المدرسه، لان شفت جماعتي وشفت كلها ماكو، يعني ماكو وظيفه ماكو، يعني انا لو اظل بالمدرسه عطال بطال وما عندي حصره علي الالف، خوش لو اكمل دراسه واقعد بالبيت. يعني احنا ما نقول بس حسبي الله ونعم الوكيل عليهم. مشكور مشكور يا حبيبي، مشكور مشكور. انا مواطن عراقي قدامك، ابن العراق العظيم، اثقل دوله بالعالم، هاي ملكيتي، الله وكيلك وجاي دور شغل. ابن كربلاء المقدسه. انت بكربلاء؟ من كربلاء. حي العسكري، هاي ملكيتي باعوا ولا ربع، بس الموبايل جاي دور شغل، خش شوف الدول وخش شوف الدوله. خوش يا ماكو دوله ما في هاي. هاي شباب كربلاء نصها قاعده، شغل ماكو نهائيا. خوش شغل ماكو. الله يعينك يا حبيبي. العراق كله. يعني الله يعينك. والبنغلاد شغلوا هنا، زين احنا نروح يشتغلون هنا البنغال يشتغلون هنا، زين انا اروح اتعين انا وبعض الشباب ما يعينونه. شو يشتغلون؟ كل شيء يشتغلون. ما يعينونه، والله شنو حجتهم علاوي؟ انت ما تعرف تقرا وتكتب، يعني انا لا ما اعرف اقرا واكتب ما اقدر احمي وطني؟ خوش ما اقدر احمي وطني، ما اقدر اوقف على اساس التعيينات، ليش ما يفتحوها؟ هاي ميزانيه العراق، هذا العراق العظيم، اثقل دوله بالعالم. هذا البترول ترزقي عنا الله وكيلك. ليش يعني وين جاي تروح فلوسنا؟ الشباب العراقيين يعني الى متى تظلون هيك ما تطلعون تحجون؟ مشكور. رحم الله. مشكور يا مشكور. هلا حبيبي، هلا، شلونك اخبارك؟ يسلم عليك هاني. الله يعزك، مين انت؟ من كربلاء. من كربلاء؟ من كربلاء. هذا اللي سمعناه صحيح عمي؟ والله صحيح، صح، خدمات تعبانة، وضع تعبان كربلاء. زين. هاي ثورة الحسين المفروض ضد الفساد. زين. مقبولة عمو. ضد الفساد هذا المفروض يعني خدمات كربلاء كلها تعبانة بشكل. زين. بس هسه نحو الأحسن، نقول هالسنة الفترة هاي بركة الله. يا الله. الله يسهل إن شاء الله. الله يسهل. احنا هذا اللي. حبيبي رحم الله. أبو حسين أنا أحكي عن الرواتب مال وزارة بلديات، أنا دام بدارة المجاري. صار لي 15 سنة تقريبا، هسه من 300,000. اشتغل حبو؟ بدارة المجاري. شنو شغلك؟ ها؟ عامل، تفتح من هولاك، تنظفين. صار لك ايش قد موظف؟ تقريبا صار 13 سنة. 13 سنة؟ ايه صار 13 24 ساعة بالطهارة بالنقاص، يعني هسه 300,000، أنا قاعد أجار 250. الله شاهد أنا 50,000 شو أسوي بين هذا؟ و24 ساعة صار بمرض، هذا صار بما أشوف، هذا فن مرمورة تعبان. على الرواتب هاي تعبانة، ناشي الدولة على مدى الرواتب مالاتنا. اي والله بروحه بي. تثبيت ها؟ ايه تثبيت ويعطيني 300,000، 300,000 شو يسوي 300,000 انا؟ كيف ثبتوكم؟ بعد شنو اكثر من 13 سنة؟ انا ادري بطهر 24 ساعة، يا فاتح المجار و24 ساعة بالريح وبلا، والله اروح للبيت ريحتك الكتف. والله العم عاد يجي يمي. نعم مشكور مشكور يا عمي مشكور، الله يعينكم. السلام عليكم. مين؟ من الحمزة الغربي. من الحمزة الغربي؟ بالديوانية؟ لا ما الحلة، الحمزة ما الحلة. صاحب عائلة ومتزوج وما عندي، صاير تراب وضعيت تراب صاير. الله شاهد دور شغل ما. بعيد عن مبكر مساعدة شيء. كان متزوج وعائلة عندي، الله شاهد رسول. قدمت على الرعاية؟ ها؟ ما راتب رعاية ما عندي. الله شاهد دور الناس شغل ما. الله يعينك يا حبيبي، الله يعينك، الله يرزقكم. تواصل ويا الاستاذ ابو ايه، ودي على ابو ايه خليه يحكي وياه. سلم عليك. هلا عمي، هلا، شلونك؟ زين. زرت؟ ايه زرت؟ شوف انا ما راح احرجك ولا شيء، انت والبقيه هذول الصغار اخواننا، انت وانتو هلا، انا ما راح اقول لكم الحسين منو ابوه منو امه شنو اللي سواه ايش قد عمره ومات، ولكن اطلب من عندك انتو وكل الاخوان وشباب واولادنا ان يتعلمون من هو الحسين، ليش جينا على موده، شنو اللي سواه، شنو جاي على موده الحسين، شنو نزوره، مو بس نزوره، لازم نعرف ليش نزوره حتى تقتدي وتتعلم، لان انا بصراحه اتفاجأ من البعض ما يعرف شنو الموضوع، من تجي تقول الحسين شنو سوى، شنو المفروض اللي احنا نسوي، هذا كله احنا لازم نتعلمه، وابائنا وامهاتنا لازم هم يعلموهم.
بالاضافه الى منابرنا لازم ان احنا نحث هذول الشباب واولادنا، طالما هو جاي احنا لازم نعلمه. مو شكرا، شكرا جزيلا. صح كلامي؟ صحيح صحيح صحيح. لازم نعرف الحسين مو صحيح؟ طبعا طبعا صحيح، ولازم نفهمها قضيه الحسين قضيه كبيره. طبعا صحيح حبيبي. مشكور يا حبيبي، مشكور مشكور مشكور. ورا اللقاء، ورا اللقاء وحاضر وتدلل. اي ورا 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 اللقاء تدلل حبيبي. هلا عمي، احنا طلبنا من الاخوه بالنيوز الاخوان بالاخباري ان كذلك يلتقون بيك حتى الجميع يعلم، طالما طلع بهذا البرنامج والاخوه في الاخبار الزميل فيصل ان شاء الله حتى يعرفون الناس شلون وضع بلدنا باي طريقه. هو هذا الطريق بعد مجاملات واحد جامل الثاني والعده يحصلوا لما عدى الله محمد وعليه. هي هاي من زمان مو اليوم، هاي من زمان من احد قديم. توصل سالم بيتكم؟ توصل سالم. الله الله يوفقك ان شاء الله. هلا حبيبي، شلونك استاذ علي؟ والله هذا خلاص ان شاء الله. الحمد لله ماشي. والله انا جاي من محافظه السماوه، جاي على مو شغل، فنشتغل هنا نطلع بسطيات هنا على باب الله. نشتغل حبوبيتك نتعرض نحن البسطيات مال ملابس. ما تشتغل بالسماوه؟ السماوه تعرف انت بعد، لا شغل لا عمل لا وظائف. احنا نجي هنا على اليمن، على اليمن نجي هنا على مود الشغل، نتعرض هنا من الشرطه الضرب ومن العتبه وتجاوزات يحجون غراض. انا البارحه ماخذين من البضاعه تقريبا ب 85,000. فليش نجي هنا احنا على مود الشغل هذا؟ فنطلب من الحكومه يبلك تشوف لنا وظيفه شيء. والله نتمنى يا عمي، انا بيدي شيء هسه وما هذول شلون صارت امنيات. بالضبط، رحم الله امك وابوك. والله العظيم رحم الله والديك، تحولت امورنا وواجبات الواجبات اللي ينطونا اياها وحقوقنا الى امنيات. يفيضونا نتمنى ان نعمل، نتمنى ان الشباب يتزوجون، نتمنى ان كذا. للاسف يعني تحولت حقوقنا ها واللي ممكن ان واجبهم يمنحوه انه تحول الى امنيات. الى امنيات بالضبط. اشكرك. مع الاسف والله، مع الاسف. على اي حال وصلنا الى ختام حلقتنا. وصلنا الى ختام حلقتنا ونحن نتواجد الان بوسط زوار ابا عبد الله الحسين سلام الله عليه. نحن اليوم بكربلاء، كربلاء الحسين. قضية الحسين قضية كبيرة. دعوة للجميع ان يتعلم ويطبق قضية الحسين. يجب ان تنفذ. يجب أن نحاسب الفاسد، يجب أن نقف أمام الباطل. شكرا جزيلا لكم على طيب المتابعة، وأتمنى زيارة موفقة لجميع زوارنا الكرام، وألتقي بكم باكر من كربلاء المقدسة على حب الله.